معايا على التليفون المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. أهلا 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 ورمضان كريم مقدما. الله أكرم يا يوسف، وأهلا بيك وأهلا بمشاهدين التتاع. زي حضرتك يا فندم، كله تمام؟ كله زي الفل الحمد لله. طيب احنا كده هناخد بعضنا، هنطلع سن بره الشركة المتحدة ونرجع لأصل الدراسة والأكاديمية والخبرة الطويلة في الاتصالات والتكنولوجيا. ايه اللي حصل في قصة الفيسبوك دي؟ طيب فيسبوك اللي حصل انه قعدنا ساعتين من غير خدمات فيسبوك والماسنجر والانستجرام. قعدنا ساعتين على اختلاف المستخدمين، في مستخدمين في العالم خرجوا من ثلاث خدمات، في مستخدمين خرجوا من خدمتين، في مستخدمين ما حسوش وبعدين حسوا في الاخر. المهم ان في مئات الالاف من المستخدمين المسجل حتى الان، مش عايز اقول ملايين، المسجل حتى الان انه مئات الالاف من المستخدمين سجلوا عند فيسبوك ان كان عندهم مشكله. اوكي. هو متوقع انهم ملايين لان العطل كان في العالم كله. حلو. اللي حصل ان على حسب الرصد، لان المتحدث باسم ميتا طلع من ساعتين وقال ان ميتا بتقول ان حصل بعض اللخبطه في الخدمات اللي هي بتقدمها، وان المستخدمين كانوا متضايقين، وان هو بيعتذر عن اي مضايقه سببها هذا للمستخدمين. هذا فقط ما خرج من ميتا رسميا حتى الان. انما الوسائل التكنولوجيه الحديثه للتدقيق في الشبكات العالميه ما بقاش زي زمان. دلوقتي اي عطل يحصل في اي حته نقدر نعمل له تراكنج او تتبع، ونعرف هو العطل ده بيحصل فين وبيحصل ازاي، والتفاصيل الفنيه بتبقى موجود جزء كبير جدا منها. اللي حصل ان على حسب ما النتورك تراكنج مورينا ان في مجموعه من السيرفرز المختلفه، ولازم نقول ان الخوادم الرئيسيه لشركه ميتا هي نتورك كبيره جدا من الخوادم موجوده في العالم كله. كويس. وان عندهم مسارات بديله لما يحصل اي حاجه في اي حاجه في اي سيرفر منهم يقدر يروح لمسار اخر، وبالتالي ما يحصلش توقف للخدمات غير يعني يمكن هفوه من الثانيه. انما اللي حصل ان اللي حصل ده اللي احنا شفناه على التراكرز ان سيرفرز ابتدت تقف، وان سيرفرز ابتدى يبقى باين عليها وكان في هجمات سايبرانيه بتحصل على السيرفرز ديت. وخليني برضو ابقى واضح معاك، لما بتحصل هجمات سايبرانيه المجموعات الخاصه بالامن السيبراني في اي شركه من الشركات، وما بالك منها تكون ميتا طبعا، بيقوم قافل السيرفرز ديت دون اي انتباه لمين مستخدم ومين بيستخدمها ومين بيعمل ايه. بيشات داون بسرعه علشان ما يتعملش اختراق. بيقفل عليهم، لان زي ما احنا عارفين ميتا عصب البيزنس بتاعها هو الاعلانات. طبعا. فهو ما عندوش اي استعداد انه يحصل له دربكه، الدربكه دي تؤثر على الحصيله اللي بيحصل عليها من الاعلانات، والحصيله اللي هو بيحصل من الاعلانات منها بيحصل عليها 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع، فهو ما يقدرش ان هو يجازف بده. صح. عشان كده هو اما قفل وخرج الناس بره النتورك، وما كانش بيسمح للناس انها تدخل، يعني حتى لو حاولت انك انت تدخل تعمل لوجين زي ما بيقولوا من على صفحتك، عشان تخش بتلاقي كانك ما عملتش حاجه، هوا يعني تكتب ما تكتب، تكتب يوزر نيم وباسورد بتوعك وتكتب، هو كانه مش حاسس بيك اصلا. هو الحقيقه هو فصلك اصلا بره النتورك، هو فعلا مش حاسس، ما كانش حاسس بالناس وهي بتعمل هذه المحاولات. ولما هو تاكد من ان هو قادر على رجوع النتورك ابتدى يرجعها، ورجع في خلال ساعتين تقريبا، يعني انا اعتقد ان حوالي 90% من الناس رجعت بعد ساعتين. انما طبعا في خلال الساعتين دول في بلاتفورمز ثانيه كانت اللي هو تويتر سابقا، وكان في واتساب كان شغال. واتساب ده واحد من منتجات ميتا
برضه. صحيح. الجروبس اللي موجوده بصفه عامه، الجروبس اللي موجوده خلتنا نتفرج على سلوك اونلاين ما شفناهوش قبل كده. المستخدمين بيقولوا لبعض انا جربت ادخل دلوقتي ما عرفتش ادخل، فيرد عليه واحد تاني من جروب هو ما يعرفوش يقول له انا كمان حاولت ادخل دلوقتي ما عرفتش. فابتدى السلوك الجمعي للمستخدمين في العالم انهم بقوا بيكلموا بعض للاستخدامات اللي موجوده على الشبكه. ده ما كانش موجود زمان. فالنهارده ده بقى بيشكل على الشركات اللي بتشتغل في المجال ده انها تبقى زي ما بيقولوا منتبهه طوال الوقت، لان اي حاجه ممكن تؤثر، لان كمان بقى موجات الشائعات بتطلع في خلال 3 ثواني، يعني في ثانيتين كانت الناس بتقول اوعى تغير الباسورد بتاعتك، اوعى تدخل الباسورد بتاعتك اكثر من مرتين. انا شفت على جروبس ناس بتقول ما تدخلش على فيسبوك لمده 3 ايام. الناس بتقول حاجات الحقيقه كلها ما انزل الله بيها. ايوه انا 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 شفت فويس نوتس قاعده عماله بتسيركيوليت على واتساب. انا جاتلي الفويس نوت اللي انه ما حدش يدخل الكريدنشلز بتاعته، بيتعمل سايبر اتاك، ده في هاكرز مش عارف عملوا ايه. بقى في بقى اساطير وافلام قاعده عماله بتتعمل. انا طبعا ميت على روحي من الضحك. واسماء ناس ولازم يقول لك في وسط الاسم بتاعه انه خبير كذا كذا. ايوه وانا يعني انا جاتلي من الفويس نوت دي اسمها هي دي اللي جاتلي ان هو حد خبير مهم جدا مش عارف. ايوه بالظبط، هو خبير مهم جدا وقال ان هو خبير في اول المسجد واخر المسجد. ايوه فالحقيقه ان الحاجات اللي زي كده يعني مع اعتذاري لكل خبراء السايبر سيكيورتي، احنا لما بتحصل حاجه زي كده انت لا تستطيع ان تكون متاكدا من معلومه انه ده سايبر اتاك غير لما ميتا تعلم بنفسها. غير كده بيبقى ضرب من الخيال وكلام الناس بتتنقله وبيبقى في جزء كبير جدا منه اشاعات للوهم او لان انا ابين ان انا مهم وان انا عارف وان انا عالم ببواطن الامور ولدي القدره الفنيه لمعرفه الاشياء. طب جات لك الفويس نوت بتاعت انه الهجوم اللي على ميتا هو نفس الهجوم اللي على فودافون؟ انه نفس مجموعه بقى الهاكرز بقى بيضربوا ميتا وبيضربوا فودافون. دي المسج اللي ضحكتني. المسج اللي ضحكتني كانت ان يا جماعه اللي حصل الصبح في فودافون شفته دلوقتي ميتا بيغطي عليه. فاللي هو ايه ده الكلام اللي الناس بتقوله ده؟ مش ممكن. الحقيقه بما انك ذكرت اللي حصل في فودافون لازم يعني لازم اذكر هذا، لان دي شركه وطنيه، هي شركه عالميه انما فودافون مصر هي شركه وطنيه. صحيح. كل زملائنا المصريين برئيسها كلهم مصريين. صحيح. والحقيقه ان هم بيؤدوا اداء عظيم وعندهم حوالي 48 مليون مستخدم. فاحنا بنتكلم على شركه قويه لها بنيه اساسيه تحتيه كبيره جدا وقويه جدا، فما نقدرش ان احنا نقول ان هم حصل لهم لخبطه ووقعوا. لا، هو اللي حصل وانا تواصلت مع بعض الزملاء في مراكز مهمه في فودافون وعرفت منهم تقريبا ايه اللي حصل. هقوله لك باختصار عشان ما اطولش عليك. لا بالعكس. اللي حصل ان هو فودافون بيعمل زي كل شبكات العالم بيعمل ما يسمى بالابجريد اللي هو التحديث للشبكه، فكان بيعمل ابجريد لل4G. الابجريد بتاع الفور جي ده له اجراءات، الاجراءات دي بتبتدي مثلا من الساعه 1 صباحا للساعه 4 او 5 صباحا اللي هو الوقت اللي بتكون النتورك فيه هاديه جدا وهو بيقدر يعمل ده بسهوله. عملوا الابجريد لان شركه فودافون فيها ما يسمى بالكواليتي، اختبارات الجوده. اختبروا جوده الشيء اللي هم عملوا له ابجريد فلقوا ان هو مش على نفس السكيل اللي هم عايزينه. يعني هم لو عايزين 10 من 10 هو طلع 9.5 من 10. فقال له لا، مش هنعمل الابجريد ده، هنرجع النتورك زي ما كانت وبعدين هنعمل ابجريد بعدين بعد ما نتاكد من التحسينات المظبوطه. هايل. اجراء يحدث في كل شبكات العالم. رجعوا الدنيا للشبكه اللي هي ما قبل. لما رجعوا كانت الناس صحت من النوم. فالناس صحيت من النوم ما لقتش شبكه.
فانت لما بيجي لك لما تصحى من النوم ما تلاقيش شبكه، لو ما عندكش حد في البيت على نفس الشبكه ديت هتتصور ان تليفونك اللي فيه مشكله. صح. فهتبتدي تعمل ايه؟ تجرب تفتح النتورك وتقفل النتورك وتطلع لقدام وتفتحه تاني وتخرج السيم كارد وتعمل ايروبلين مود وترجع تاني وتقفل الداتا وتفتح الداتا. كل حركه حضرتك بتعملها من دول انت بتبعت اشاره لشبكه فودافون تقول له انا عايز كذا، بعمل اوفرلودنج على الشبكه طول الوقت. فبقى في ملايين المستخدمين صحي الصبح لقوا مفيش شبكه، فملايين المستخدمين دول هجموا على الشبكه. فلما هجموا على الشبكه بيظهر عند الناس اللي بيقوموا على اداره الشبكه وصيانتها ان في شبه هجوم. هو مش هجوم، هو الحقيقي ان هو هجوم الكتروني وليس هجوم من اجل القرصنه او اي حاجه من دول. فاللي بيحصل ان هم بيعملوا ايه؟ حاجه من اتنين، يا اما يبتدي ياخد النتورك اجزاء، يا اما يقفل الحته بتاعت الفور جي. عشان كده في ناس كتير قوي كانت بتقول لك روح اعمل التليفون بتاعك 3 جي هتلاقيه اشتغل. هو دي كانت حقيقه، هو كان بيشتغل في الفور جي، فهو خرج الناس من الفور جي شويه عشان خاطر هو يعرف يشتغل ويرجع الشبكه تاني. الحقيقه يعني لازم اقول ان الكفاءات الفنيه المصريه اللي موجوده في شركاتنا الاربعه صحيح للمحمول كفاءات عظيمه، لان اللي حصل النهارده في فودافون لو كان حصل في اي شبكه اخرى في اي بلد ثانيه فيها ربع عدد المستخدمين ما كانتش قامت قبل 8 9 ساعات. الحقيقه ان فودافون نجح، وان في اقل من 3 ساعات يرجعوا كل حاجه زي ما كانت ويرجعوا المستخدمين زي ما كانوا، وان الناس تبتدي تستخدم الشبكه وما تحسش باي حاجه، بدليل ان المستخدمين دول حسوا بان فيسبوك وقع لما وقع. صح. اللي هو جات لهم الفويس نوتس ازاي؟ ما هو خلاص كده الشبكه رجعت له تاني. يعني عمليا اللي حصل انه وكان حصل تدافع جوه بوابه هي حيزها قد كده المستخدمين للتاكد من ان الشبكه شغاله. اللي عملوه فودافون ان هم يعني زي ما نقول قللوا الترافيك قوي وبعدين رجعوه تاني ورجعت والدنيا رجعت مظبوطه وتمام. وده ليس له اي علاقه لا من بعيد ولا من قريب بميتا ولا فيسبوك ولا اللي حصل في فيسبوك والكلام ده، الا انها كانت فرصه حلوه عشان نسمع صوت حضرتك. دي فرصه عظيمه ان انا اكون على التسعه دي حاجه تشرفني يا رب يخليك يا فندم. كل الشكر ليك يا باشمهندس حسام، وكل سنه وحضرتك طيب مره ثانيه، ورمضان كريم عليك وعلينا جميعا يا رب. مهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للاعمال بالشركه المتحده للخدمات الاعلاميه.